ألف مبارك للمنتخب المغربي والمنتخب العراقي انتصارهم هذا اليوم. المغرب فاز على الأرجنتين 2-1، والمنتخب العراقي أيضا كرر نفس النتيجة مع المنتخب الأوكراني، وتصدر الفريقين العربيين المجموعة في أولمبياد باريس. يعني أتصور أنه اليوم اللي دخن كمل باكيتين سجاير، واللي أرجل واللي يعني بمباراتين على الأعصاب. مباراة المنتخب المغربي 4 ساعات، ابتدأت الساعة 4 يمكن وانتهت الساعة 8، 4 ساعات. يعني أني انتهت المباراة تعادل، قلت خلص الموضوع شنو، ورد ساعتين جاني إشعار المنتخب المغربي فاز. أحداث كثيرة صارت في المباراة راح أتكلم عليها إن شاء الله. أما المنتخب العراقي ما فاجأني، إحنا العراقيين يعني في هيتش مباريات مثل ما صار مع المنتخب العراقي والياباني في كأس آسيا أمام المنتخب الياباني، المباراة اللي انتهت بفوز العراق 2-1، نفس الشيء نفس السيناريو. توقع إن العراق في كل أولمبياد يدخل له المباراة الافتتاحية يقدم بها كل جزئين، بعدين نتعثر ما أعرف. إن شاء الله نكمل الأخير على هذا المستوى، لكن اللي أتمنى تضعوا لايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة. نقول يا الله بسم الله. يا متعال حياك الله بيك. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الأرجنتيني المصنف الأول عالميا الأرجنتين، مع هذه التشكيلة وهذه الأسماء الكبيرة والرهيبة للمنتخب الأرجنتيني حقيقة مرعبة، لكن مو أمام المنتخب المغربي، لأن المغربيين حقيقة عندهم مواهب. منتخب هماتين عالمي، يعني اللي سواه اليوم المنتخب المغربي حقيقة يدرس. الثقة اللي لعب فيها المنتخب المغربي خاصة في الناحية الهجومية رحيمي، المغربيين يحبون يسموه رحيمي العيناوي، كاد أن يأتي بثلاثية تاريخية على المنتخب الأرجنتيني هذا المرشح لخطف ذهبية هذه الأولمبياد. والمنتخب الأرجنتيني مع الأوكراني مستعدين، خو الأوكراني يا أخي استعدادات صار لهم سنة، الانتقادات اللي كانت لاذعة بالنسبة أن احنا الجمهور أنه المنتخب العراقي يا جماعة ما مستعد، ماكو استعدادات، المباريات راح تبدي واحنا بعدنا كل شيء ما مسويين. خلينا نجي اول شيء للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي يا جماعه لعب ب 4-4-1-1 امام رسم تكتيكي اللي يلعب فيه المنتخب الارجنتيني تحت قياده ماسكيرانو، 4-4-2. طبعا ماسكيرانو اليوم بتصريحات ناريه بعد المباراه، يعني ما خلى واحد مهاجم، الاتحاد، الفيفا، الأولمبية، المنتخب، الجمهور، الأرجنت، ما خلى واحد ما انتقد اليوم، لأن حقيقة 4 ساعات مباراة بسبب تدخل الجماهير اللي حقيقة يعني انت شنو تريد تفوز قوة هم فازوا 2 بالبداية، تقدموا المنتخب المغربي، بعدين الأرجنتين حاولوا يرجعون وقد بدل ضاع كلش طويل، خلال المنتخب العراقي هم 12 دقيقة. يعني انت تشوف مرات الوقت مثل هذا يعني تحسه مبالغ به، لكن هم يحسبوه بطريقة ما. المنتخب المغربي بقيادة الخنوس ورحيمي أفضل لاعبين في المباراة، عملوا كل شيء، حسموا 3 نقاط من المنتخب الأرجنتيني وفريقنا مع فريقهم بالصدارة. أما المنتخب العراقي، يا عيني على العراق وأداء العراق، ما أحتاج أشوف لأن أنا العراق حافظ على قلبي. المنتخب العراقي دخل بسيد راضي رسم تكتيكي رائع 4-2-3-1، لعب حسين علي مصطفى سعدون على الجهة اليمنى، لعب أحمد مكنزي مع يوسف الأمين على الجهة اليسرى. الأربع لاعبين عملوا شغل كبير أمام المنتخب الأوكراني، لأن السيد راضى قاري جيدا للمنتخب الأوكراني. إذا أريد أمنح الفوز اليوم إلى مدرب أكيد راح أمنحه بجدارة إلى السيد راضي. ليش؟ لأن في الشوط الثاني السيد راضي عمل شغل تكتيكي كبير واستطاع أنه يقرأ الفريق ومافته، وكان مواكب لأحداث المباراة واستقرأ جيدا ما يحدث في أرضية الميدان بتبديلاته، استطاع أن يغير شكل الفريق ويديم الزخم الهجومي للمنتخب العراقي في الشوط الثاني، خاصة بعد التأخر بهدف مباغت للمنتخب الأوكراني في بداية الشوط الثاني. حقيقة أنهى آماننا ونفسيا احنا وقعنا، احنا انتهينا.
مش من اجى هدف قلنا خلاص راح يصير مهرجان اهداف. اما ليش هذا السيناريو المرعب والسيء دام يراودنا؟ لان حقيقه بسبب تكرار مثل هيج حالات مرت علينا سابقا، فخلتنا نشعر دائما بعدم استقرار، بعدم راحه، بعدم الشعور بالامان. اذا منتخبنا مرات يفوز على نشوف فايز، احنا فريقنا متقدم، لكن يا اخي بداخلك انت ما مرتاح، بداخلك تحس باي لحظه راح يصير فتشي، مثل ما مثلا امام منتخب الاردن، يعني انت فايزين ويا اخي والمباراه راح تنتهي واحنا راح نتاهل للدور القادم كاس اسيا، فجاه صار سيناريو انتهى كل شيء. هذا نخاف من عنده، وهذا السيناريو اللي دائما حقيقه تشوف كل مشجع عراقي هذا السيناريو دائما هنا معشعش براسه. بالشوط الاول عفوا على صفحه، ليش؟ لان المنتخب العراقي خايف، وهواية سيد راضي مركز في الناحيه الدفاعيه حقه، لان المنتخب الاوكراني منتخب سريع بدنيا، شفتوه ما تعب ولا كل ولا مل، عنده هذول الجهتين اليمنى واليسرى هذا رقم 10، وحصلوا فرص وكان ممكن يتقدمون، لكن ربك الحمد لله والشكر ما قدموا بالشوط الاول، لو صاير هذا السيناريو لا والله تعبونا. لكن عدم استطاعه المنتخب الاوكراني ان يصل لي هدفنا وعدم التسجيل وانتهاء الشوط الاول 0-0، هذا كلش كان مهم للعراق ان يفوز في الشوط الثاني، وراح نجي للشوط الثاني بس نسكر الشوط الاول اللي حدث فيه. حسين عامر هو اسمه، العفو بس اتاكد بالاسم، حسين عامر اللي هو من اهالي السماوه مع زيد تحسين، يعني رب ضارة نافعة. حسين مع زيد عمل وشغل رهيب بالدفاع، يعني سعد ناطق لو كان موجود ما ادري، يعني رب ضارة نافعة. تحياتنا سعد ناطق، لان هالايام مستوى مو ثابت، لكن حسين اليوم امام فريق مثل اوكرانيا يا جماعة، اوكرانيا اوكرانيا يعني مستعدين وتعبانين على انفسهم، لا تتخيلون احنا اليوم فزنا وفوزنا قيم، لان احنا فزنا على فريق مستعد، فريق متكامل. طيب عندك مصطفى سعدون مع ماكنزي قفلوا الجهه اليمنى واليسرى، طبعا يعني امام لاعبين سريعين رهيبين مهاريين، لكن ايش سوى السيد راضي؟ لعب حسين علي اللي استطاع أن يساند بشكل رهيب مصطفى سعدون مع بايش اللي كان هاماتين يميل للجهة اليمنى. فتشوف دائما لما يجون المنتخب الأوكراني على الجهة اليمنى للمنتخب العراقي ثلاث لاعبين يدافعون، على الجهة اليسرى ثلاث لاعبين، عندك يوسف مع أحمد مكينزي، السرعة اللي عندهم اليوم ساعدتنا كلش هواي بأنه نحافظ على شباكنا. هماتين عندنا في وسط الميدان الجندي المجهول كرار محمد، اللي كنت دائما اقول انه هذا عاجبني، واليوم اثبت لي انه هو، انت ما تشوفه بالملعب بس انا اشوفه واعرف ايش ده يسوي، لاعب يا اخي اذا عاجبكم امجد عطوان هذا النسخه الثانيه لامجد عطوان. تحياتنا الكرار اليوم تقييمه ثاني احسن لاعب بالفريق او ثالث احسن لاعب، لان من دخل علي جاسم اكل الجو مع ايمن كان احسن، ايمن احسن لاعب. طيب قنوش اللي كان المحور الغائب اللي ما تشوفه اللي ما تحسه في الشوط الثاني انتهى من الشوط الاول، هذا خلص بعد ماكو شيء، ان المنتخب العراقي بدا محافظا خائفا مرتبكا قلقا متوترا، لديه بعض الهواجس من لاعبي المنتخب الاوكراني السريعين المهاريين اللي حقيقه يعني مباغتاتهم كانت جدا خطره على المنتخب العراقي. بحمد الله انتهى الشوط الاول 0-0. في الشوط الثاني، في الشوط الاول احنا استحواذنا 38 والباقي للاوكراني، في الشوط الثاني لا صار تعادل بالكفه 44-45 والباقي للاوكرانيا، بالتسديدات بكل شيء صار اكو يعني تعادل في الشوط الثاني. المنتخب الاوكراني قبل تسجيله الهدف فتح اجناب الملعب بشكل كبير جدا، حاول انه يخفف زخم الدفاع العراقي، يعني يسحب لهنا ثلاثه، يسحب لهنا ثلاثه، ويحاول انه يدخل من الوسط او يسوي كرات عرضيه ويعتمد على الثابتات، واستطاع انه بسرعه ياتي بهدف مباغت على المنتخب العراقي. اصفق واقف اجلالا واكراما،
لشيء حدث في المباراة راح أصفق وأقف إجلالا وإكراما لما لردة فعل المنتخب العراقي في ملعب المباراة اللاعبين. من اللحظات القليلة اللي أشوف بها المنتخب العراقي يجي عليه هدف بهش توقيت ويبقى محافظ على ثباته النفسي. عادة المنتخبات العراقية الفرق العراقية تنهار نفسيا في مثل هيج وضعية مثل هيج وقت وأمام هيج فريق، لكن اليوم لا، الثبات النفسي عند الفريق خلاك تشعر أنه أنت بأمان. اللاعبين في الداخل عندهم ثقة بالنفس، عندهم استعداد أنه يلعبون مو شوط ثاني شوط ثالث. هذا ما حدث لأن المباراة امتدت حتى أكثر من 15 دقيقة تقريبا، 15 دقيقة وقت بدل ضايع. طيب بدون حديث يعني عن الخط الأخطاء صارت بالدفاع، الربكة اللي صارت اللي جاء من عند الهدف، عدم المراقبة والتركيز بالمراقبة على اللاعبين ثابتة وصارت دربكة، وهذا دائما تصير وأخطاء تتكرر مع العراق أنه تصير عنهم على الكرة ما يشوفون اللاعبين وبالتالي بسهولة ترى إجا هدف المنتخب الأوكراني. بالنسبة إلى أسلوب المنتخب العراقي في الناحية الهجومية، لما العراق امتلك الثقة بالنفس بعد تأخره بهدف خلاص بعد ما عندنا شيء نخسره، شفنا أنه شلون تناقل بالكرة يا أخي لما تكون عندك ثقة بالنفس ولما تتناقل بالكرة وأنت عندك شجاعة بالهجوم، الشجاعة الهجومية هي اللي استطاعت أنه تحسم المباراة للمنتخب العراقي بعد ما تأخرنا بهدف. يعني همات أنا أقول هذه رب ضارة النافعة، يعني لو ما جاي علينا هدف مستعد سيد راضي يمكن يلعب ثلاث أشواط هو مدافع ويعتمد عليه من على الهجمات المرتدة، لكن بعد ما جاء علينا هدف شفنا الفريق العراقي تحرر، ومن تحرر لعبنا استطعنا أن نهاجم ونباغت المنتخب الأوكراني. بعد تسجيل المنتخب الأوكراني الهدف ما أعرف صار بهم، لياقتهم البدية انتهت بعد ماكو تركيز، الفريق ضاع، لكن ما أعرف يعني المنتخب العراقي سيطر وهذا اللي يهمني. خلاص منتخب العراق سيطر، وها هنا أحب أن أعترف لكم اعترافا خطيرا جدا أنه أنا قلت على أيمن حسين مقلب بالنسبة للمنتخب الأولمبي، نعم قلت ذلك، لكن هذا ليش قلته لأنه أسلوب المنتخب الوطني يختلف عن أسلوب المنتخب الأولمبي. في الوطني أيمن هناك لاعبين يمولوه، في الأولمبي راح يفقد هذا التمويل، لكن اللي شفته اليوم لا، الأسلوب اللي لعب فيه في الناحية الهجومية سيد راضي وعملية أن يكون أيمن محطة كان نفس تقريبا أسلوب المنتخب الوطني، وهذا يحسب أكيد لأيمن حسين اللي كان متمكن من كرته اليوم، ما شفناه خايف، ما مرتبك، ما يسقط بسهولة، وساعة اللي يسقط يسوي فاول، ولما يستحوذ على الكرة ما ينطيها بسهولة. وأنا أقول هذا الزمن هالأيام هاي هالسنة هاي الأخيرة هي سنة أيمن حسين، وأنا أشكره لأن هو استطاع أنه يعني بفضل تواجده وخبرته هذا، يعني لما يتواجد معاك لاعب فوق السن القانوني يعمل فارق مع الفريق مثل ما رحيم مع المنتخب المغربي، اليوم أيمن حسين مع المنتخب العراقي أخذ مو بس جزاء، انذار، وتسبب بإجبار المنتخب الأوكراني على تغيير قلب دفاعه. هذا واحد من أهم المدافعين اللي يعتمد عليهم المنتخب الأوكراني، جزاء، سجلنا هدف، وبقينا الزخم الهجومي اللي عمله السيد راضي بإدخال علي جاسم وغير وضعية الفريق. اليوم يوم علي جاسم، اليوم وقع علي جاسم عقده مع كوما الإيطالي، ويوم تاريخي هماتي نفس اليوم هذا اللي وقع به علي جاسم مع كوما الإيطالي سجل بهدف في أولمبياد باريس على أوكرانيا. علي جاسم عالمي، ادعوا له بالتوفيق، ادعوا له بالصحة، وادعوا له أنه رب العالمين يوفقه ويفتح أبواب الخير أمامه ويبعد عنا الشياطين والمشيطنين من الإنس والجن أجمعين. كون علي جاسم يا ابني وابن قلبي، كون أنت تستمر للأخير وتحقق ما لم يحققه غيرك من اللاعبين العراقيين، تحترف وتتفوق وتتعلم. طيب خلينا نركز بالمباراة، علي جاسم استلم واحد اثنين مالات اللي نعرفهن بالميتة هدف في واقع الحالة، وانت تشوف اللعبة من بعيد تقول هذا الهدف سيناريو طبق الاصل من لعبات على اللي تعودنا عليها، اوكرانيا ما حافظين هذا السيناريو. اللحظة اللي سواها علي جاسم وسجل فيها هدف هذا من اللحظات التاريخية التي يتحدث عنها العالم،
وتتناقلها الصحف. لما تجيك الكرة تسكن ترفع عينك تشوف أمامك أربع لاعبين، تأخذ واحد تأخذ ثاني تموه وتديها بالميتة بالزاوية اللي العمياء للحارس، أرضية زاحفة، جول جميل. يعني تشوفه سهل ممتنع، فلك تسوي لا صعب. هدف رائع وهدف ثاني استطاع العراق من خلاله أن يتقدم ويحسم الثلاث نقاط. زخم المباراة هجوميا، إدامة الزخم، الحفاظ على النواحي الدفاعية، ما فعله السيد راضي يشكر عليه، لأن ثلاث نقاط أخذهن من منتخب صعب، المنتخب الأوكراني منتخب صعب ولا يقل مستوى وقيمة عن المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المغربي. تحياتنا للمغاربة، مثل ما اتفقنا نتقاسم احنا وياكم النقاط المجموعة ونطلع الأرجنتيني والأوكراني خارج قوس. ثلاث نقاط جدا مهمة للمنتخب العراقي. المباراة الجاية أمام المنتخب الأرجنتيني، المغرب أمام المنتخب الأوكراني، باقين بس 90 دقيقة إن شاء الله وشوية نكون احنا في الدور القادم. المنتخب المغربي، المنتخب العراقي يجب أن نكون في الموعد. أمامنا مباراة قوية جدا أمام المنتخب الأرجنتيني وإن شاء الله قادرين، وكذلك المنتخب المغربي مباراة قوية جدا أمام المنتخب الأوكراني وإن شاء الله قادرين. حتى نجي للمباراة الثالثة بالأخير إحنا مرتاحين نفسيا، أخيوا مع بعض إخوان المنتخب المغربي والعراقي، ونحسم التأهل معا وسويا ونتأهل إلى الدور القادم. تفائلوا بالخير تجدوه. ضعوا لايك لهذا الفيديو، اشتركوا بالقناة، اشوف تعليقاتكم الحلوة والجميلة. يا الله، يا أمان الله.